الحقيقة الأحداث اللي شهدتها أرض فلسطين وقطاع غزة كشفت عن كم كبير جدا من التزييف ومحاولات التبرير في الصحف العالمية للجرائم اللي بترتكبها دولة الاحتلال. لو خدنا جولة سريعة مثلا في الصحف الأوروبية هنكتشف تناقضات كتيرة جدا، خاصة بمقالات الرأي اللي بتحاول تبرر ما يحدث في قطاع غزة باعتباره رد فعل طبيعي وحق مشروع لإسرائيل للدفاع عن نفسها، بتتناسى في نفس الوقت العدد الضخم من الضحايا المدنيين اللي بيسقطوا يوميا من نساء وأطفال في قطاع غزة. خلينا نستعرض المشهد بشكل أكثر تفصيلا مع دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار. دكتور أسامة، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهديكم الكرام. دكتور، بداية خلينا نبتدي مع الصحافة الفرنسية ونبتدي مع جريدة لوبينيون، وهو السؤال اللي لم تتم الإجابة عنه: هل الهجوم على مستشفى الشفا كان خطأ كبير من المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللي اعتقدت بشكل خاطئ أن المستشفى كان بمثابة مخبأ لمنشآت حماس الأساسية؟ لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل المقال. يعني هي بالفعل زي ما حضراتكم اشرتم في المقدمه، بعض وسائل الاعلام وبعض الصحف الغربيه لا تزال على انحيازها الواضح للروايه الاسرائيليه ومحاوله تبرير الجرائم الاسرائيليه، وللاسف ده بيزيد من حاله التزييف وحاله تغييب الوعي لدى كثير من القطاعات في الداخل الغربي او في الدول الغربيه بشكل عام. منها على سبيل المثال التقرير اللي بنتكلم عنه، انه الحقيقه بيتم تصوير الامر وكانه خطا عسكري او خطا من جانب بعض اجهزه الاستخبارات في اسرائيل، دون الاشاره الى ان هذه الجريمه تمثل جريمه حرب مكتمله الاركان، المستشفيات والمرافق الحيويه والمرافق التي تقدم خدمات للمدنيين هي مرافق محميه بحكم القانون الدولي الانساني ولديها حمايه دوليه واضحة. وللأسف الشديد هنا حديث فقط عن أن ربما يكون هناك تقديرات خاطئة. الحقيقة أن هذا التقرير يحاول أن يغطي على الخطيئة الإسرائيلية، على محاولة اقتحام أكبر مستشفيات قطاع غزة وطرد آلاف المرضى والمتحصنين في المستشفى، ويحاول تصوير الامر او تبسيطه او تهوينه على انه مجرد خطا استخباراتي، وان هناك ربما سوء تقدير من بعض هذه الدوائر لم تستطع ان تتوصل الى الحقيقه. ولكن للاسف الشديد الحقيقه الثابته هي ان اسرائيل اقتحمت كل المستشفيات تقريبا في منطقه شمال غزه وفي وسط غزه، وتحاول ان تجلي او تطرد كل المدنيين المتحصنين في القطاع والمرضى الذين يتلقون على علاج في محاولة منهم لتحويل حياة هؤلاء المدنيين إلى جحيم ودفعوهم للنزوح القسري من هذه المناطق. وبالتالي أتصور أنه حتى إذا حاول التقرير أن يزعم بعض الموضوعية أو أنه يقدم معلومات، إلا أنه للأسف الشديد يتجاهل الحقيقة الأساسية، وأن هذه الجريمة هي جريمة حرب مكتملة الأركان. دكتور أسامة، في صحيفة لوموند بنقرأ هذا العنوان: قصف حماس بين السكان المدنيين هو الاستراتيجية المستحيلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. في نفس السياق أيضا لوفيجارو أشارت إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، وتم وصف الوضع بالكارثي. هل هي فعلا استراتيجية مستحيلة أن تحقق نصر وتصدر هذا النصر على يعني رؤوس المدنيين بشكل كبير؟ يعني بالتأكيد هي استراتيجية مستحيلة إذا كانت هناك دولة تحترم التزاماتها أو هناك دولة تحاول أن تراعي الأبعاد الإنسانية وقواعد الحرب، ولكن للأسف إسرائيل لا تراعي كل هذه الأبعاد ولا تكترث لهذه المعايير، وبالتالي هي تستخدم قصف عشوائي وقصف بطائرات الـF-16 وأحدث الترسانات العسكرية لضرب بيوت وضرب مساجد وضرب مستشفيات وضرب محطات للخدمة العامة وضرب مقار لتقديم خدمات وإيواء للمدنيين من مدارس ومستشفيات وغيرها. وبالتالي بالفعل وفقا لقواعد الحرب هذه استراتيجية مستحيلة، خاصة إذا ما نظرنا إلى الأهداف التي تتحدث عنها إسرائيل أو تزعم أنها تريد تحقيقها، وهي مقاتلة فصائل المقاومة الفلسطينية أو اكتساس فصائل المقاومة الفلسطينية. لا يمكن أن تكتس فصائل المقاومة في قطاع تعداد سكان وتجاوز المليوني مواطن في مساحة سكانية في مساحة جغرافية لا تزيد عن 365 كيلومتر مربع، وبالتالي هذه مسألة مستحيلة بالفعل دون يعني فاتورة بشرية هائلة، وهذا ما نراه بالفعل. للأسف إسرائيل عاجزة وأهدافها مرتبكة وأهدافها غير واضحة من هذه العملية. هي تحاول أن
توصل الامور الى درجه من الالم تبالغ في توصيل الامور الى درجه من الالم للقطاع قطاع غزه حتى تستعيد هيبتها المفتقده في 7 أكتوبر، وتحاول ايضا ان تضغط بشده على المدنيين الفلسطينيين للنزوح كما قلت قسريا من منازلهم، لانه هذا هو المكسب الذي تسعى احداث اسرائيليه او تيارات اسرائيليه لتحقيقه من اجل الخروج بشيء من هذه الازمه في ظل الدعم الغربي غير المحدود. وللاسف الشديد هي تستخدم اسلحه لا تستخدم سوى في القتال بين الجيوش، تستخدمها ضد المدنيين، تستخدم أسلحة محرمة وقنابل فوسفورية محرمة ومجرمة وفق القانون الدولي، تستخدمها ضد المدنيين، تستخدم أهدافا عشوائية غير محددة ولا توجد أدلة واضحة على أنها تستخدم كسكنات عسكرية أو كأهداف عسكرية. وللأسف هذا ما يوقع الآلاف من الشهداء والمصابين ويؤدي إلى هذه المشاهد الصعبة التي نراها يوميا وعلى مدار الساعة تأتي من قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أن هذه العملية الإسرائيلية هي فشل جديد يضاف إلى الفشل الذي منيت به إسرائيل في 7 أكتوبر. وللأسف حالة التوتر وحالة الجنون وحالة الغضب التي يعني أصابت القيادات في إسرائيل سواء القيادات السياسية أو القيادات العسكرية هي التي تؤدي إلى ما نشاهده اليوم من عمليات انتقام أعمى وعمليات إجرامية وليست عمليات عسكرية، ولن تحقق أهدافا لأنها تستخدم أسلوبا خاطئا في التعامل مع الأمر ولا تريد أن تعترف بأن ما تسعى إلى تحقيقه هو أمر مستحيل بالفعل. طيب لو تحولنا للصحافة الإيطالية، المسجارو بتتكلم عن إسرائيل والمواد المتفجرة عن بعد وإزاي إسرائيل بتدمر أنفاق غزة. بيتكلم التقرير عن الطريقة المدمرة اللي بتستخدمها إسرائيل لتدمير الأنفاق من خلال مواد جيلاتين بيتم بيها سد الأنفاق. هل ترى أن الصورة المنقولة في المقال هي صورة صحيحة لما يحدث في غزة؟ يعني أيضا هذه صورة غير واضحة وغير صحيحة لأنها لا تعبر عن الواقع، لأنه ما تحقق حتى الآن في رؤية كثير من المحللين المستقلين والمراقبين المتابعين للأمر لا يعدو أن يكون محاولة لترويج أمر دعائي أو محاولة لتحقيق مكسب على الأرض لم تحققه إسرائيل حتى هذه اللحظة. للأسف الشديد إسرائيل كما أشرت تستخدم أحدث التكنولوجيات في العالم وتستخدم أسلحة حتى مجرمة ومحرمة دوليا، وللأسف وحتى بعض التقارير الأمريكية لم تخفي ذلك أن إرجاء العملية البرية بطلب أمريكي كان لاستخدام أسلحة تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط وقنابل وأسلحة تدخل لأول مرة في المنطقة كانت تستخدم من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان لضرب الكهوف وضرب المناطق الجبلية خلال احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان. وبالتالي نحن أمام ترسانة جديدة وأسلحة جديدة وأسلحة تدخل للمنطقة لأول مرة، ومع ذلك لم تحقق إسرائيل شيئا يذكر على يعني على الأرض. وبالتالي هي تحاول أن تتحدث عن شبكة الأنفاق، تحاول أن تتكلم عن أنها اكتشفت شبكة الأنفاق، وما رأيناه من صور حتى عندما عرضها المتحدث العسكري الإسرائيلي كانت مجرد فتحات لمخازن وقود أسفل بعض الأبنية. وبالتالي هذا تضليل وهذا تزييف وهذا هذه محاولة للحصول على أي مكسب دعائي دون النظر إلى واقع الأمور وحقيقة الأمور. كان يفترض من هذه الصحف التي لديها إمكانيات ولديها قدرات على الوصول للمعلومات من مصادرها الأصلية أن تتحدث عن حقائق الأمور، أن تتحدث مع خبراء يقيمون الوضع كما ينبغي أن يكون، لكن للأسف الشديد هي تتحدث عن أن إسرائيل تحقق إنجازا على الأرض، وهذا ما لا نراه. بالعكس أعتقد أن إسرائيل تتكبد خسائر فادحة في هذه المغامرة العسكرية داخل قطاع غزة. من جريدة ريبابليكا الإيطالية نقرأ مقال تحت عنوان معاداة السامية الإسلامية في ساحات إيطاليا. ما المقصود بهذا المصطلح دكتور أسامة، السامية الإسلامية، وأبرز محاور هذا المقال؟ يعني هذا أيضا واحد من الوجوه والنقاط المهمة التي يجب أن نلتفت إليها، أن بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام الغربية تصور أن أي مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولإدانة العدوان الإسرائيلي هي نوع من أنواع معاداة السامية ومعاداة اليهودية. وللأسف الشديد بعض هذه الصحف تذهب بعيدا في محاولة لي عنق الحقيقة من أجل تصوير أن هذه المعركة وما يجري من إدانة لإسرائيل هو اعتداء وعدوان وهجوم على اليهود، وهذه مسألة
اعتقد انها تخالف كل الحقائق. راينا يهود شرفاء في الولايات المتحده يقتحمون الكونجرس ويتظاهرون بالالاف من اجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، راينا منظمات يهوديه تدرك الحقيقه وترى الامور على وجهها الحقيقه تطالب بوقف اطلاق النار وتطالب باقامه دوله فلسطينيه. وبالتالي هذا المقال وغيره كثير من المقالات للاسف الشديد تحاول ان تظهر الامور في غير نصابها الحقيقي، تحاول ان تقدم اي مظاهره لادانه اسرائيل او لمسانده القضيه الفلسطينيه على انها معادله ساميه وانتصار او مسانده لحركات ارهابيه. للاسف الشديد لا تزال وسائل اعلام غربيه عديده تقدم الامور في هذا السياق، وللاسف بعض السياسيين في الدول الغربيه ينساقون وراء هذه الروايه وراء هذا الطرح. وقد راينا كيف يعني هاجمت وزيره الداخليه البريطانيه السابقه مظاهر الشرطه البريطانيه لانها سمحت بمظاهرات تدعم حركات ارهابيه، وكل ما رفع في هذه التظاهرات الحاشده في لندن كانت اعلام دوله فلسطين وكانت شعارات تدعو لحريه فلسطين ولوقف العدوان على المدنيين في قطاع غزه، وبالتالي هذا جزء من محاولات التضليل التي تحاول ان تصور اي دعم للقضيه الفلسطينيه على انه دعم لجماعات بين مزدوجين ارهابيه، وان اي انتقاد لاسرائيل هو معاداه لليهوديه ومعاداه للساميه. لكن اعتقد ان مثل هذه الاتهامات ومثل هذه الاقاويل لم تعد ترهب احدا، لانه منظومه القيم الغربيه التي كان يدافع عنها وانها دفاع عن الحريه والديمقراطيه وحريه التعبير وحقوق الانسان، اتصور انها جميعا سقطت في هذه الازمه بدماء بالصمت الدولي وبالصمت الغربي على دماء الاطفال في قطاع غزه، وايضا بمحاوله قمع الاصوات المعارضه للغطاء السياسي الذي تقدمه هذه العواصم الغربيه لاسرائيل لكي تستكمل جريمتها ضد الانسانيه في القطاع الفلسطيني المحاصر. دكتور أسامة، احنا بنشوف اللي حضرتك بتقوله ده في الصحافة الألمانية، شفنا مع بعض الصحف الكبرى وتحيزها الكبير للرواية الإسرائيلية في أغلب مقالات الرأي، ماذا يحدث في الصحافة الألمانية؟ للأسف فعلا ده بيحدث بشكل كبير للغاية، وألمانيا تحديدا خاضعة لابتزاز من قبل المنظمات الداعمة للصهيونية بشكل كبير جدا، وللأسف بيستغلوا وقائع تاريخية نعلمها جميعا وهي أحداث المحرقة التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية في محاولة ابتزاز الرأي العام الألماني، في محاولة وحصلوا بالفعل على تعويضات ضخمة وتعويضات هائلة، ويحاولوا دائما إثارة فكرة المحرقة وفكرة الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية في ابتزاز الرأي العام الألماني. وللأسف بالفعل هناك وسائل إعلام تحاول أن تخضع لهذا الابتزاز وتقدم رواية مختلفة، وللأسف ألمانيا التي كانت تقدم نفسها على أنها دولة داعمة للسلام لحق الشعوب وللاستقرار والتنمية وبناء الاقتصاد، للأسف نرى أن المستشار الألماني نفسه من أكثر المهاجمين لوقف إطلاق النار، من أكثر الرافضين حتى لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وهذه مسألة غريبة للغاية أن يتورط فيها قائد في دولة تدعي أنها دولة تسعى من أجل السلام وتسعى من أجل بناء الاستقرار في العالم. وأعتقد أن هذا نتيجة للابتزاز الإسرائيلي وابتزاز المنظمات الداعمة للصهيونية في أوروبا وفي ألمانيا على وجه التحديد. وللأسف فعلا الصحافة الألمانية واحدة من أكثر الوسائل الإعلام وأكثر الصحف التي تساند الموقف الإسرائيلي وتدعم الرواية الإسرائيلية. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا.